مرحبا. لما يؤخذ الموت بطريقة ساخرة وهزلية، هون أكيد الرواية بتستاهل من أن نلقي عليها نظرة. رواية ميتتان لرجل واحد، يمكن العنوان لحاله مثير جدا للفضول. شو يعني ميتتان لرجل واحد؟ ليش الواحد كم مرة ممكن يموت؟ وهون فعلا صلب الموضوع، أنه الشخص بيقدر يختار مكان دفنه على الأقل، وشو هي الحياة اللي حابب يعيشها بالطريقة اللي هو بحبها، وبالتالي لما يموت يكون راضي كيف هو قضى حياته. روايتنا بطلها هو رجل أرستقراطي مرموق ظريف ولطيف، وزوج لطيف جدا كمان مع زوجته وأولاده. طبعا زهق من هاي الحياة وقرر أنه ينتقل لحياة بسيطة كتير، يعيش مع الصيادين على الشاطئ ببيت بسيط جدا، أو بالأحرى هو مو بيت، هو كوخ. فتخيلوا لأي درجة هو كان حابب يعيش ببساطة. ليش ميتتان؟ رح تكتشفوها وأنتوا عم تقرأوا الرواية. بحياته الثانية كان له اسم كينكاس هدير الماء، وهذا الاسم اللي كان معروف فيه أصلاً بالمنطقة. ولما توفى هذا الشخص كل الناس ما صدقت، لأنه هو كان شخص له بصمة خاصة فيه بهاي المنطقة، وفعلاً كان ملهم لألون. مثل ما شايفين الرواية كتير صفحات قليلة، يمكن الأشخاص اللي ما بحبوا يقرأوا الروايات الطويلة، أو الأشخاص اللي حبوا ياخذوا إجازة ويقرأوا روايات أقل من 100 صفحة، ميتتان لرجل واحد هي الخيار المناسب لألكن. قد ما هي قصيرة وسهلة بتشبه كتير القصص الشفوية اللي نحن ممكن نحكيها لبعض، أو ممكن نحكيها لأطفالنا قبل النوم، مع العلم إن هي مو قصة بتخص الأطفال، ويمكن الأطفال ما رح يقدروا يكون عندهم الإدراك الكافي للحبكة اللي كان معتمدها الكاتب، مع العلم أن الحبكة لطيفة جداً وطريقة السرد لطيف جداً. بيحكي لنا كتير عن تفاصيل الموت بطريقة ساخرة مثل ما خبرتكم، من خلال المشهد اللي يمكن درامي للبطل وهو متوفي. كان في ابتسامة ساخرة مرسومة على وجهه، يمكن هاي الابتسامة كان بيهديها لزوجته وأبنائه اللي تركهم بالحياة الأولى اللي هو قرر يتخلى عنها ويبدأ من جديد. يمكن الرواية بتحطنا قدام صراع كل يوم نحن عم نعيشه، خصوصاً الأشخاص اللي ما عندهم الشغف بالشي اللي عم يعملوه بحياتهم. صراع كل يوم عم نعيشه، إنه هل نحن قادرين نتخلى عن كل شيء ونبدأ من جديد؟ أكيد طبعاً قادرين. كل واحد فينا بيقدر يبدأ بذاكرة جديدة، بيقدر يتجه لحياته شغوف فيها ويعمل اللي بده إياه واللي بيحبه. في قصة تطرق لها الكاتب حلوة كتير، بتحكي عن الحقيقة، إنه الحقيقة موجودة بقعر البئر عارية، هي مو موجودة بالسوق بمتناول الجميع، لا هي موجودة بمكان كتير بعيد، مكان بيتطلب منا إن احنا نسعى ونتعب لحتى نقدر نوصل للحقيقة مثل ما هي. بنهاية الرواية في اقتباس كتير حلو حاب أخبركم إياه، بيقول: حين يموت الإنسان يحظى ألياً باحترام الآخرين على الرغم من كل الحماقات التي ارتكبها في حياته، لأن الموت يمحو بيد من الغياب كل الشوائب الزائلة، فتشرق ذكرى الراحل العزيز منزهة عن كل الأخطاء كأشراقة المس. رح أرجع لعندكم زملائي على الاستوديو.